مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 654 حالة. وبالعيون، وصول الحالتان المصابتان بفيروس كورونا من بوجدور إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن بن المهدي. وببلدية الأخصاص، التدابير متخذة على مستوى الجماعة لمجابهة وباء فيروس كورونا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الساعة 9 من مساء اليوم تسجيل 654 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالفيروس بالمملكة كما قلت إلى 654. كما أضاف المصدر أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 39 حالة إلى حدود الساعة، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 29 حالة. وقد تم تسجيل حالتين للإصابة بهذا الفيروس بجهة العيون الساقية الحمراء على مستوى إقليم بوجدور، لسيدة تبلغ من العمر 56 سنة وشاب يبلغ من العمر 38 سنة. إذن جهة العيون الساقية الحمراء تسجل حالتين للإصابة بفيروس كوفيد 19 بعد أن أثبتت نتائج تحليلات مختبر باستور ذلك. الحالتان سجلتا بإقليم بوجدور وتخضعان حاليا للعناية الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن بن المهدي بالعيون. المزيد في متابعة علي الكبش وعبد الله المحمودي. 10:30 من صباح اليوم، مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون وتحديدا وحدة العزل الخاص كوفيد 19 تستقبل أولى الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بجهة العيون الساقية الحمراء. حالتان مصابتان بالفيروس لشاب ثلاثيني وامرأة في عامها 56 كانا في الحجر الصحي قبل أن تظهر نتائج التحليلات المخبرية التي جاءت موجبة، ليتم نقلهما صوب العيون من أجل تلقي العلاج والمواكبة لإيقاف انتشار الوباء في الجسد. فماذا عن وضعيتهما الصحية الحالية؟ فهم الحمد لله لحد الساعة كيتمتعوا بحالة صحية جيدة. تم العزل ديالهم في غرف ديالهم، كل واحد بالغرفة ديالو، والمراقبة طبيعة الحال مراقبة يومية إن شاء الله، ثاني مراقبة من 2 إلى 3 مرات إن شاء الله في اليوم. دابا يلاه خرج من عندهم، غادي يرجع عندهم ان شاء الله في العشيه. دونك كما قلت لك الحاله مستقره جدا هذه الساعه، وان شاء الله كما قلت المراقبه راه النهار كامل. بمجرد وصول المريضين تم التكفل بهم من ناحيه الادويه وناحيه المبيت وناحيه حتى سميتو، تم اخذ المعلومات ديالهم والتكفل بهم من جميع النواحي. الحالتان المصابتان بالفيروس تم عزلهما لتلقي العلاجات اللازمة داخل جناح خاص أعد سلفا ووضع في سياق التدابير والإجراءات الاستباقية لاحتواء المرضى المصابين بالعدوى عبر تقديم العلاجات التطبيبية اللازمة. هذا المستشفى اللي هو على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات اللي كتعاني من هذا المرض هذا، ومجهز بالأجهزة الضرورية، كذلك توفر الأدوية لعلاج هذا المرض وفرته وزارة الصحة، وهناك مساندة من الطب من الأطر الطبية المنتمية للقوات المسلحة الملكية. المصابان يخضعان للعناية المركزة داخل وحدة العزل الصحي بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون في انتظار تماثلهما للشفاء، حيث تعمل الطواقم الطبية على ذلك.
هذا وأكد المدير الإقليمي للصحة بالنيابة ببوجدور أن المستشفى الإقليمي معبأ بكافة إمكانياته البشرية واللوجستيكية لاستقبال أي حالات مشتبه بإصابتها والتعامل معها، كما دعا إلى ضرورة التزام الساكنة بتدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية لحماية صحتهم وسلامتهم. في إطار التدابير اليقظة والإجراءات المتخذة في إطار مكافحة ومواجهة هذا الفيروس كوفيد 19، استقبل المستشفى الإقليمي لبوجدور حالات تظهر عليها أعراض هذا المرض، في حينه تم التدخل من طرف الفرق الطبية، تم حجز عزل هذه الحالات الثلاث بالمستشفى، وفي نفس الوقت تم أخذ العينات لإجراء التحاليل المخبرية لهم. نتائج التحاليل المخبرية توصلنا بها حالتين إيجابيتين وحالة سلبية. الحالتين الإيجابيتين الآن الوضعية الصحية مستقرة، تم يخضعوا للعلاج والمراقبة والإشراف الطبي، تم تحويلهم إلى المركز الجهوي بالعيون لمزيد من المراقبة والعلاج الطبي هناك. ما أريد أن أطمئن أن أصرح به هو أن أطمئن ساكنة الإقليم بأن الأطر الصحية ووزارة الصحة والجهات المكلفة تسهر على ضبط الوضع الصحي بالإقليم. جميع الحالات التي تظهر عليها أعراض هذا الوباء ستخضع للتحاليل المخبرية. جميع المعلومات والنتائج التي نتوصل بها عقب هذه الإجراءات سيتم إبلاغها إلى الرأي العام. أطلب من الرأي العام الالتزام بتدابير الحجر الصحي، الالتزام بالبقاء في البيوت، لأن هذا هو الحل الذي سيساعدنا جميعا، سيوفر لأطقم قطاع الصحة والأطقم والجهات المكلفة من السلطات المحلية وغيرها باش يسهل عليها ضبط الوضع الصحي بالإقليم. وقد قامت السلطات المحلية ببوجدور بفرض حجر صحي منزلي على كافة الحالات المخالطة للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد. السلطات المحلية لبوجدور تكثف التدابير الاحترازية من أجل الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد، حيث باشرت الجماعة الترابية بتنسيق مع كافة السلطات المحلية عملية تعقيم بمداخل المدينة، عمليات قبلتها مراقبة مشددة بأغلب محاور المدينة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات. بريغين العروسي ومحمد شارع. عمليات تعقيم وتطهير بشتى أحياء المدينة ومرافقها العمومية أطلقتها الجماعة الترابية لبوجور بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة لتفادي كل أسباب انتقال فيروس كوفيد 19 الذي يجتاح العالم. فرق مختصة معززة بآليات ومعدات تطهير تباشر عمليات التعقيم التي همت شاحنات نقل البضائع على مستوى المدخل الشمالي للمدينة لمحاصرة أي انتشار محتمل لهذا الوباء العالمي. من أجل عملية ديال التعقيم، بحيث همت هذه العملية مجموعة من الأحياء والشوارع، كما شفتوا معنا اليوم كنا في شارع محمد الخامس، بالإضافة لمجموعة من الأحياء اللي شملت هذه العمليه واللي غادا تشملها، يعني اللي غتغطي جميع التراب ديال الجماعه الترابيه ديال بوجدور. وهذه العمليه غادا متواصله ان شاء الله تي 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 تدوز هذه الجائحه هذه. بالنسبه للتعقيم هذا اللي كيديروا الكاميونات مزيان، احتياط واجب والسلامه واجبه بالنسبه لهذا الوباء، هادشي اللي كاين. تدابير احترازية تقابلها مراقبة صارمة تشهدها أغلب محاور مدينة بوجدور، تدابير وقائية تقتضيها حالة الطوارئ الصحية التي تقيد حركة تنقل المواطنين خلال هذه الوضعية الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره، دوريات تؤمن عمليات المراقبة من خلال إقامة الحواجز الأمنية، والهدف التأكد من توفر المواطنين على الرخص الاستثنائية. ايوا فعلا هذا كان خروج استثنائي وذلك لحاله طارئه. مشيت للفرماسي هوني كان هناك باش من الدواء وتلقاو لي رجال الامن ونعدت لهم الرخصه وخلاوني نتخطى. يقال لي نغتنم هاي الفرصه ونوجه رساله لساكنه بجدور كبارا وصغارا، اعلنهم الله يجازيهم بالخير والاحسان،
راهم شافوا علاش صبحنا اليوم، صبحنا على كارثة اللي ما كنا نتوقعوها، ويالتهم يقعدوا في منازلهم، رانا نبشروهم عن الدشرة ما عقبتهم الشيء ولا عقبتهم الضيقة اللي تبقى في أخلاقهم، لأنكم تلتزموا أماكنكم والله يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير. وهي الفترة بالضبط جاي نتخطي قياس السبيطار باش ندير عملية التصفية اللي هي في الظروف نعرف عن هاي الوقت محرج وعنه ما وقت مروق، ولكن أنا مرتبط بالسبيطار بشكل يومي تقريبا بشكل دائم نظر ظروفي الصحية، وبغيناكم إن الله يجازيكم بخير ساكنة بوجدور تحافظوا روسكم وتحافظوا نحن أهل أمراض المزمنة، لأن إحنا هم المقربين لهذا النوع من المرض ونحن أكثر ضررا. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مسؤولية ملقاة على عاتق كل فرد داخل المجتمع لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه، بما في ذلك الالتزام بالبقاء في المنزل والتقيد بإجراءات حالة الطوارئ الصحية للحد من تداعيات أي انتشار محتمل لهذا الوباء العالمي. نرحل شمالا إلى الجماعة الترابية الخصاص بإقليم سيدي إفني التي تعد البوابة الشمالية لجهة إقليميم ودنون وباقي الجهات الجنوبية. جماعة تشهد بها درجة اليقظة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ذروتها حيث ترابط العديد من السدود الأمنية لمراقبة عبور الشاحنات التي تسلك الطريق الوطني رقم 1 والتي تخترق هذه المدينة. حافظ محضار غالي القرحي وجمال الخصاصي. الجماعة الترابية الأخصاص البوابة الشمالية لجهة إقليميم وادنون نقطة عبور أساسية لعدد مهم من الشاحنات الخاصة بنقل البضائع والمواد الغذائية المتجهة صوب مختلف الجهات الجنوبية وبعض البلدان الإفريقية. سدود أمنية رفعت مستوى تأهبها ويقظتها وشددت درجة المراقبة لهذه العربات في ظل حالة الطوارئ الصحية بالبلاد. حرص هنا من رجال الدرك على التصدي لكل إخلال بالضوابط التي تحكم حركة تنقل هذه الشاحنات في هذه الظرفية الصعبة. شد طريق العيون إن شاء الله إلى بغى الله. الدولة كانت تعطيني حق باش نمشي أنا والمساعد ديالي فقط، ما نفوتش جوج الناس في الكابين، وهذوك جوج الناس راه بزاف بالنسبة لهذا الشيء اللي كاين. وكنتمنوا للجميع السلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم، والله يحفظ الجميع والله ينصر سيدنا. سائق مئاني مشارجي من أكادير غادي لطنطان، كنمشي انا والصديق ديالي مول الخضره في لاكابين وصافي انا وياه صافي. انا بوحدي في الكاميو كنتمشى على سلامتي وسلامه الاخرين، وكنتمنى جميع السائقين يلتزموا بهذا الشيء وما يدوش معاهم البلايص باش كل واحد يحمي راسه ويحمي الاخرين. وعلى مستوى المدينة تتواصل حزمة الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدوائر المحلية لمحاصرة أي انتشار محتمل لجائحة كورونا. عمليات تعقيم وتطهير تهم مسالك المنطقة وشوارعها وواجهات أحيائها، تدابير احترازية توازيها حملات للتوعية والتحسيس بخطورة هذا الوباء وأهمية ملازمة السكان للمنازل لتلافي أسباب انتشار هذا الفيروس. جامعة الأخصاص على غير الجامعات الأخرى على المستوى التراب الوطني قامت بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتعقيم الفضاءات العمومية وكذلك الأحياء والأزقة، قامت كذلك بتعقيم يعني الإدارات العمومية المختلفة المتواجدة على مستوى الجامعة. ثم في الجانب آخر متعلق بالتوعية والتحسيس تم يعني التواصل مع المواطنين بصفة عامة، وتم كذلك يعني توزيع مجموعة من المنشورات ديال التوعية. تدابير إجرائية بهذه البلدة التي تشكل معبرا رئيسيا لأعداد كبيرة من العربات التي تسلك يوميا الطريق الوطني رقم 1 التي تخترق هذه المدينة. إجراءات مشددة تنخرط فيها مختلف المصالح لمجابهة كل أسباب تفشي هذه الجائحة. جائحة يبقى وعي وتجاوب السكان مع إجراءات المواجهة أحد الأسلحة القوية للقضاء عليها. في بلاغ توصلت به قناة العيون يعلن رئيس مجلس جهة الداخلة وذ الذهب أنه تقرر تخصيص اعتمادات مالية قدرها 650 مليون سنتيم لتوفير لوحات إلكترونية يستفيد منها جميع التلاميذ والتلميذات المقبلون على اجتياز الامتحانات الإشهادية بالجهة والمسجلون بالمؤسسات العمومية برسم السنة الدراسية 2019-2020. وسيتم توزيع هذه اللوحات الإلكترونية بتنسيق مع
سلطات الإدارة الترابية بولاية جهة الداخلة وادي الذهب إقليم وادي الذهب وعمالة إقليم أو سرد والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الأيام القليلة القادمة حتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف. كما سيتم إحداث منصة رقمية لإنجاح هذا البرنامج والحرص على أجراءة وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجهة والأكاديمية والمتعلقة بالارتقاء بجودة التعليم خاصة الشق المتعلق بالدعم التربوي وتحسين التحصيل الدراسي. وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من أثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم، وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين. الصندوق شرع منذ إحداثه في استقبال مساهمات المتبرعين ومساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين بالأقاليم الجنوبية. جمعية الجواد الأصيل الفروسية والثقافة والتراث المحلي بإقليميم وباتفاق مع المجلس الإقليمي لإقليميم تساهم بتحويل دعم الجمعية برسم 2019 وهو مبلغ 450,000 درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. رئيس المجلس الجماعي لترقى وساي وكاتبة المجلس ونائبتها ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم يساهمون بتعويضاتهم عن شهر أبريل. مديرة الوكالة الحضرية لجهة العيون الساقية الحمراء تساهم براتب شهر، وباقي أطر ومستخدمي الوكالة يساهمون بأجرة 3 أيام من الراتب. ونذكر مشاهدينا الكرام بخدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم الهاتفي 1919 التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشاركة جميع المواطنين الراغبين المساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا. أكدت الوزارة أن كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم. المنظومة الصحية تواصل عملها بجهود مضاعفة، فعلى مدار الساعة يعمل قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة على توفير الخدمات الصحية للنساء الحوامل رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا. إجراءات مشددة في هذا القسم تشمل التعقيم وتوعية النساء للوقاية من هذا الفيروس. بكر دليمي، محمد يدس. في ظل الظروف التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، يعمل مستشفى الحسن الثاني بالداخلة بأقصى طاقته لتقديم الخدمات الصحية. قسم الولادة بهذا المستشفى أحد أكثر الأقسام نشاطاً خلال هذه الفترة من خلال تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل. الدكتورة شهرزاد العادل تقود فريقها الطبي بشكل يومي وعلى مدار الساعة لإجراء العمليات بهذا القسم. كما كتشوفوا اليوم أن هذه ما يقارب الساعة 6 زوالا، أن الحركة مازال عندنا والخدمة مازال عندنا في مصلحة الولادة. اليوم كان ما يقارب 7 ديال الولادات، 3 عمليات قيصرية و4 عمليات ولادة عادية تكلفوا بها القابلات. كما كتعرفوا الحركة السيرفيس ديال أو مصلحة ديال الولادة ما كتوقفش فيها الخدمة، لذلك كما كتشوفوا هنايا واحد الخلية ديال الفرز، نشأنا واحد الخلية الفرز اللي كتكلف بالنساء الحوامل ولا كاع النساء اللي كيوردوا على المصلحة، كتتم السيدة اللي مكلفة بالخلية بالأسئلة بقياس درجة الحرارة قبل ما يدخل أي امرأة قبل ما تدخل المصلحة، وكان نركزوا على شروط الوقاية على بالنسبة للنساء الحوامل ولا النساء الحديثي الوضع. عدد من الإجراءات تتخذ احترازيا في هذا القسم تتماشى والوقاية من انتشار فيروس كورونا، تعليمات صارمة ومعايير عمل للقابلات المشرفات على سير العمل بهذا القسم.
اقترمنا لي بريكوسيون اللي خداهم كاع المستشفيات على صعيد المغرب, وذلك عندنا جوج ديال لي ترياج, ترياج او نيفو دو لونتري دو لوبيتال باغ دي بيرسون كاليفيي لي وكيديروا لي ترياج حسب لون شاك سيرفيس. وبالنسبه لا ماتيرنيتي ديالنا اون بيرسون كاليفيي واحد لا ساج فام كدير لو ترياج بور لي فام باغ واحد رومبليساج ديال واحد الفورمولير فيه نوسيون دو فواياج ولا كونتاكت دي بيرسون لي كانوا ديجا سوسبي و بلوس لا بريز دو تمبيراتور. ابري بالنسبه لنا حنا اوتون كو ساج فام دو كارت لي فام درنا ليهم دو فام في كل اكزامان باحترام مسافه الامان, ودوك لي دو فام ابري ليكزامان ديالهم كنقومو بلا ديزانفيكسيون ديال لو لوكال ديالهم ودير لي ماتيريال كومون, و بيان سور كنوريهم ان لافاج دي مان سيستيماتيك ابري الكونتاكت ديال لو فوا بوبليك. و حتى حنايا ابري شاك جيست كنغسلوا ايدينا وكنديزانفيكتيو ايدينا وكنخدموا بلي ميزور دو هذا دو بروبرتي بالنسبه للوكال وبالنسبه لي بوين لهذا لي مويان كومان بحال لو بواني بحال هكا. تعقيم على مدار الساعه للحفاظ على نظافه الالات المستخدمه في الفحص والعمليات الجراحيه سواء الطبيعيه منها او القيصريه. ويبقى قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني مستمرا في تقديم خدماته الصحية رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد والعالم بشكل عام. حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تعكف عليها السلطات المحلية بإقليم العيون وسط انخراط جميع المؤسسات منها الفاعلون المدنيون. طواقم الهلال الأحمر المغربي بدورها تنخرط واعيا منها بصعوبة المرحلة وإلزامية العمل المشترك لمجابهة فيروس كوفيد 19. عن عمل وتدخلات عناصر الهلال الأحمر تدور متابعة أعالي الكبش وعبد الله المحمودي. بمحاذاة مداخل المدينة الثلاث يرابط متطوعو الهلال الأحمر المغربي جنبا للمصالح الأمنية في سياق الإجراءات الاحترازية من أجل تطويق انتشار فيروس كورونا. يوسف من الشباب الذي ألف العمل التطوعي منذ 20 عاما يعمل على التواصل مع السائقين تذكيرا باحترام آليات السلامة. فالمنطوق التوعوي جزء من اختصاصات التدخلات الميدانية لطواقم الهلال الأحمر خلال المحطات الحرجة, وهو ما تأخذه عملا خلال الظرفية الحالية. تنتواصلوا مع الناس تنوعيهم بالخطورة ديال هذا المرض بالأسباب اللي بالوسائل اللي يمكن لهم يتجنبوه اللي هي النظافة, النظافة ديال اليدين, النظافة ديال لونتوراج ديال المحيط, ثم النظافة ديال الأسطح عاد التعقيم ديالها لأنه لا يمكن تعقيم للأسطح أو شيء غير نظيف. الوقاية بدورها تصطف جنبا للمعطى التوعوي في عمل الأفراد المتطوعين. قياس درجات حرارة الوافدين للتأكد من حرارة الجسد عمل لا يخلو منه التواجد اليومي, إجراء روتيني لسواعد الهلال الأحمر انخراطا منهم في التدابير المتخذة من طرف السلطات المحلية وسط تفاعل السائقين. الحمد لله من نهار اللي جينا هون وحنا نراقبوا الناس على حساب الحرارة عند الميزان ديال الحرارة, الحمد لله من نهار اللي جينا ما لقينا لا حد لا حالة لا والو. الحمد لله كل شيء تجاوب معنا وكل شيء اللي قلنا له وقفنا عبروا له يعبروا له عادي. الدولة راه دايرة المجهود ديالها على حساب هذا الشيء النظافة مزيانة, لأن هذا الوباء راه كثير هذا الشيء اللي تنسمعوه مؤخرا قاعد السيمانة الجاية إن شاء الله راه كثير في هذا الشيء إن شاء الله اللي خص بنادم هنا فين ياخذ الاحتياطات ديالو. تطويق انتشار وباء لا يفرق بين الكبار ولا الصغار مرهون بتضافر جهود الجميع عبر الأخذ بالتوجيهات المعمول بها والإسهام في إشاعتها بين المواطنين عملا قبل أن تكون منطوقا. وفي إطار المبادرات التي ينخرط فيها النسيج المدني المحلي مواكبة منه لجهود محاصرة وباء كورونا المستجد, انخرط عدد من الشباب في مبادرات مواطنة ساهمت في توفير كميات من الكمامات الطبية بصنع منزلي توزع بالمجان. النموذج من الطنطان في روبورتاج حفظ محضار محمد لميل قارح وعبد الرحيم حاجي. بمنزل أسرته بالطنطان يسابق هذا الشاب المتطوع الزمن قصد تحضير كميات من الكمامات الطبية في مبادرة مواطنة تأمل المساهمة في دعم جهود مواجهة وباء كوفيد 19. عمل تطوعي ينخرط فيه كل أفراد العائلة سعيا لتأمين عدد وافر من هذا المنتوج الوقائي والذي يكثر عليه الطلب في هذه الظرفية الصعبة التي يجتاح فيها وباء كورونا مختلف بقاع العالم. منتوج هذه الأسرة التي ينشط أفرادها في جمعيات ترعى
ذوي الإعاقة يوزع بالمجان على مجموعة من الفئات. أفضل هذه الجائحة اللي مولانا ابتلانا بها، ارتأيت نقاد مجموعة من الكمامات اللي تستهدف مجموعة من الناس اللي يسهروا على الراحة ديالنا وراحة البلاد. ومن هذا المنبر كان بغين نقول للناس كامل، خصوصا الناس ديال طنطان، يبقوا في ديورهم ولين مولانا يحن علينا ويوقف عنا هذا البلاء يا ربي. ارتأينا أنا العائلة ديالي أننا غنصابوا واحد منتوجات، وهي منتوج عبارة عن كمامات اللي غادي نستعملوها وممكن نتشوها في المنزل ديالنا على اثر هذه الجائحه هذه، وعلى اثر الدوله اللي عطاتنا الحجر الصحي لاننا نبقاو في الدار نشتغلوا في هذا الانتاج. هذا الانتاج اللي كنستعملوه ارتئينا اننا نعطوه من الناس اللي محتاجين، انهم الناس اللي عايدين خارج كيسهروا علينا في الخارج كاصحاب النظافه. وهذه الكمامات كنتجوهم بالمجان وكنعطوهم الناس بالمجان. مبادرة فاعلة يقف وراءها شباب متطوع أبى إلا أن يسخر إمكانياته البسيطة لتعزيز التدابير وجهود محاصرة هذه الجائحة العالمية عبر هذا السلوك والفعل المواطن الذي يستحق كل التقدير والعرفان. وبالمرسى عملت الجماعة الترابية رفقة المتدخلين على تنزيل برنامج مكثف لتعقيم وتطهير كافة الأحياء والفضاءات العمومية بالمدينة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية في صفوف المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء وأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها. غالي القرحي، محمد مشنان، التفاصيل. مدينة المرسى وكباقي مدن المملكة تشهد منذ بداية إجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية تنزيل برنامج يومي لتعقيم وتطهير الأحياء والمحاور الرئيسية والفضاءات العمومية وسيارة النقل بالمدينة، العملية التي يشرف عليها مكتب حفظ الصحة التابع لجماعة المرسى جندت لها مختلف الآليات والمعدات المتاحة والموارد البشرية اللازمة قصد الوقاية من هذا الوباء العالمي. منذ ظهور هذا وباء كورونا في المغرب جندت جامعة المرسى جميع الإمكانيات ديالها المالية والمادية واللوجستيكية قصد التصدي لهذا الوباء هذا. في هذا الإطار هذا المكتب الصحي الجماعي سطر برنامج يومي لقيام بعملية تطهير كتهم جميع المرافق العمومية، إدارات الأبناك، محطة الوقود، المدخل ديال الميناء، مراكب الصيد التقليدية، مراكب الصيد البحري، وجميع الأماكن اللي يمكن يكون فيها المواطن في اليمات، ومنها السوق البلدي طبعا. وبالإضافة إلى عمليات التطهير والتعقيم يتم بشكل يومي تنظيم حملات توعوية في صفوف الساكنة لحثهم على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام بتدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية حرصا على صحتهم وسلامتهم. مع بداية الساعات المسموح فيها للمواطنين بالخروج استثناء لشراء المتطلبات الضرورية، يعمل أصحاب محلات المواد الغذائية على توفير كافة المتطلبات المعيشية بشكل مستمر. كاميرا التلفزة بسمارة ترصد بعضا من تفاصيل التزام الساكنة والباعة بهذه التدابير في روبورتاج محمد الروزي، مبارك الباز ومحمد مولود ملاخة. برخص استثنائية يتنقل البعض لشراء ضروريات المعيش اليومي من محلات ومتاجر المواد الغذائية بسمارة. احترام الأسعار، الالتزام بمواقيت فتح وإغلاق المحلات وتدابير احترازية، يعمل الجميع على اتباعها ضمن سلسلة إجراءات حماية وحفاظا على المواطنين في صحتهم ومعيشهم اليومي. التمارس بقي عند التمارس القدام، هما هم ما تغير شي حاجة اللي سميتهم تغير هذا الشيء اللي كاين. السلعه كاينه هذه الساعه الحمد لله كل شيء بخير، والحمد لله في النهار كيف تشوف بدارك الناس مرقله في النهار برخصه وثيقه عطيتها لهم السلطات يمرقوا يرفدوا الحمد لله مسائلهم، والامور كامله متوفره الحمد لله ربي حامدين. المواد الغذائيه ذي الحمد لله موجوده وما خصنا خير الحمد لله، كل شيء متوفر واثمنه مالي مناسبه ما فيها الحمد لله، لان الحمد لله مراقبه جزاهم الله خير السلطات مراقبه ذا كامل ولباتي قم اللي ما خارج شي ما فيهم. فالحد الان ما لحد ما شي تغير في السوق، تقريبا الاسعار بقات هي وكذلك بالنسبه للمواد الغذائيه متوفره، تقريبا المواد الاساسيه كلها متوفره في المحلات التجاريه. الحمد لله نشوفهم، الحمد لله الناس كامله ملتزمه وقابضه
مولي بديك النصائح اللي مقدمه السلطه. في خضم التدابير الاحترازيه وتوفير المواد الاستهلاكيه اليوميه بالاقليم، يخصص المتضامنون بعضا من المواد الغذائيه مجانا للاسر الفقيره في التفاته اجتماعيه ذات بعد تضامنيه. ونذكر مشاهدينا الكرام أن قناة العيون شرعت في بث دروس التلفزة المدرسية ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس انطلاقا من الساعة 8:30 صباحا، وسيتواصل بث هذه الدروس على القناة حتى فتح المدارس مجددا. والآن إلى جديد الصحف الصادرة يوم غد في تقرير الزميل غالي القرحي. نسأل قراءة لجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأحداث المغربية، وكتبت أثار دخول قانوني بسط المغرب لولايته القانونية على كافة مجالاته البحرية وخصوصا في الأقاليم الجنوبية حيز التنفيذ، غضب البوليساريو بينما لقيت الخطوة ترحيبا من الجانب الإسباني الدولة المعنية أكثر بهذه الخطوة، وذلك بعد نشر ظاهري تنفيذهما في العدد 68-69 من الجريدة الرسمية يوم الاثنين الماضي 30 مارس، وبالتزامن مع نشر قانونين يتعلقان ببسط الولاية القانونية للمملكة المغربية على كافة مجالاتها البحرية، غردت الخارجية الإسبانية لتعود للحديث حول إقرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، مذكرة أن ما يتم الترويج له بخصوص خروج القانون بالجريدة الرسمية لا يغير في طبيعة المعطيات التي سلف الحديث عنها، وبالتالي فليس هناك من جديد في الاتفاقيات القائمة بين المغرب وإسبانيا. وتابعت أرانشا غونزاليس في تغريدتها أن المغرب وإسبانيا متفقان على أن ترسيم الحدود البحرية يتطلب الاتفاق على المناطق المحتمل الاختلاف حولها عبر اتفاق ثنائي يتماشى مع القانون الدولي. يومية أخبار اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غد: تمكن فيروس كورونا المستجد أخيرا من اقتحام جهة العيون الساقية الحمراء التي برزت في وقت سابق كجهة بدون إصابات إلى جانب جهة الدخل وادي الذهب، وذلك بتسجيل إصابتين مؤكدتين بحسب ما أعلنته وزارة الصحة صبيحة اليوم الأربعاء. وذكرت أخبار اليوم أن الأمر يتعلق بحسب ما كشف عنه مصدر من وزارة الصحة بشخصين لا تربطهما أي علاقة عائلية، فيما أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت على مستوى معهد باستور بعدما أرسلت فور ظهور الأعراض انتقال العدوى إليها. وأضاف المصدر أن أحد المصابين هو أربعيني انتقلت إليه العدوى خلال زيارته قبل أيام لأحد أقاربه المقيمين خارج مدينة العيون والعائد من إحدى الدول الأوروبية الموبوءة، فيما لم تظهر عليه الأعراض إلا بعد أيام، فيما الحالة الثانية تعود إلى سيدة خمسينية غير معروف إلى حدود كتابة هذه الأسطر كيف أصيبت بالفيروس. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد: أعلن البريد بنك أنه قرر تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك بالنسبة لزبناء المتضررين من جائحة كورونا، وذلك تبعا لقرار الحكومة الذي جاء إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم إقرارها منذ 20 مارس. وأكد البنك في بلاغ له أنه واعي منه بالتداعيات المالية لهذا الوضع على الأسر المغربية، فقد منح لكل زبنائه المتضررين جراء هذه الظروف إمكانية تأجيل سداد أقساط قروضهم للسكن والاستهلاك لمدة 4 أشهر من مارس إلى يونيو، وذلك بدون تحمل أي مصاريف. وأوضح البنك أن الفئات المستفيدة من هذا الإجراء الاستثنائي هم أولا الزبناء الحاصلون على قرض سكن المخصص لذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم، حيث ستستفيد هذه الفئة من تأجيل أوتوماتيكي بدون مصاريف أو أي طلب أو إجراء. أما الفئة الثانية فهي التي بإمكانها الاستفادة بتقديم طلب، وتضم الأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنقطعين مؤقتا عن العمل والمستفيدين من إعانة مالية، وكذا الأشخاص العاملين في القطاع غير المهيكل والمستفيدين من إعانة صندوق تدبير جائحة كوفيد-19. زيادة على الفئات المذكورة يمكن للزبناء الآخرين الراغبين بالاستفادة من تأجيل سداد قروضهم وذلك بتقديم طلبهم الذي ستتم معالجته حسب الحالة. صحيفة إسبيس الإلكترونية كتبت: مع الصعوبات التي تعانيها العديد من الأسر ذات الدخل المحدود بعد فرض حالة الطوارئ الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بالمملكة، دعا الفقيه المغربي البارز مصطفى بن حمزة الناس إلى تقديم الزكاة قبل موعدها للأسر المعوزة والمحتاجين وإلى الصندوق المخصص لتدبير الجائحة. وقال مصطفى بن حمزة عضو المجلس العلمي الأعلى في تصريح لجريدة إسبريس الإلكترونية: إن الأصل في الزكاة أنها تجب بعد مرور الحول بالنسبة للأموال، لكن الفقه الإسلامي اعتبر أن هناك حاجات تستدعي أن تقدم الزكاة، وانتهى الفقه المالكي بعد نقاش إلى جواز تقديمها بنحو شهرين.
وأضاف مصطفى بن حمزة أن هناك فقها آخر هو فقه أبي حنيفة وقول لأحمد بن حنبل بأن زكاة يمكن أن تقدم لسنتين. وقال قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس قبل إبانها بسنتين. وأضاف لا نعيش الآن ظرفا عاديا بل نعيش ظرفا خاصا استثنائيا وحالة ضرورة، وفقه الضرورة هو غير الفقه العادي، ونحتاج أن نسعف الناس ويجدوا أن الإسلام هو الذي يقدم لهم يد العون. صحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية بعدما كانت نسبة ارتفاع حوادث السير في تزايد في الأيام العادية انخفضت هذه الأخيرة تزامنا مع فرض الحجر الصحي الذي فرضته السلطات، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 271 بجروح، إصابات 10 منهم بليغة في 218 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 مارس الماضي، عوض تسجيل مئات المصابين. وعز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين والسرعة المفرطة وعدم التحكم وعدم ترك مسافة الأمان وعدم انتباه الراجلين وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشويه الأحمر والتجاوز المعيب والسياقة في حالة السكر والسير في يسار الطريق والسير في الاتجاه الممنوع. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 1617 مخالفة وإنجاز 776 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 841 غرامة صلحية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمودي ولد محمود ولد عبد السلام عن سن تناهز 61 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء الرقيبات ولد موسى. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحوم مباركة من تسالك ولد بوعلام عن سن تناهز 85 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء الرقيبات ولد موسى. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سعيدة من تحمد ولد مبارك عن سن تناهز 35 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة يكوت البلاعيد. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكن فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن إلى الفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غد إن شاء الله يرتقب أن يكون الطقس مستقر بعموم المناطق الجنوبية. درجة الحرارة العليا ستسجل 18 درجة بالعاصمة الرباط، 22 درجة بسيدي إفني، 24 درجة بكليميم، 28 درجة بأسفا وزاك، 21 درجة بالطنطان، 22 درجة بالقرطاية، 27 درجة بالعيون، 29 درجة بسمارة، 28 درجة ببكرة، 20 درجة ببوشتور. ما ستسجل أيضا 32 درجة بالتمور، 31 درجة بالمضيق، 24 درجة بالداخلة، 34 درجة بأوستر، 22 درجة بالقوارع. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:48 دقيقة، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 8:06 دقائق. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا، 31 درجة بتندوف، 38 درجة بالرابوني، 37 درجة بزورة، 38 درجة بتودني، 29 درجة بعطار، 29 درجة بنوادبو، 36 درجة بنواكشوط، 45 درجة بكيهيدي مع تسجيل 42 درجة بالعاصمة المالية باماكو. في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبق لنا إلا أن نذكركم مشاهدينا الكرام بأبرز عناوينها. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 654 حالة. وصول الحالتان المصابتان بفيروس كورونا من بوجدور إلى المركز الاستشفائي الجهوي بالعيون الحسن الملي.
ومن الخصاصة تابعنا ربطاج عن التدابير المتخذة على مستوى الجماعة لمجابهة وباء فيروس كورونا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حفظكم الله من كل مكروه، إلى الملتقى في نشاط الغد إن شاء الله.